يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. وزي ما احنا متعودين معاكم هنا، هيكون عندنا جوله في الساحه المحليه، وده من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع مع حضراتكم ويكون عندنا التغطيه مستمره لكل اخبار وكواليس كاس العالم 2022. اكيد كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم. حاجه واحده دايما بتجمعنا أكيد هي الرياضة، ونبتدي معاكم كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم. سبع فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم. الزمالك يعود للتدريبات بعد راحة 24 ساعة بتعليمات من فيريرا. أحمد حسن يتوج بذهبية بطولة نيويورك الدولية للمصارعة. ومن العناوين هنروح مع حضراتكم لتفاصيل أخبارنا، وهنبتدي مع أخبار المونديال. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر. يقام اليوم حفل كأس العالم قطر 2022 في استاد البيت، ويفتتح أمير دولة قطر المونديال، وسيبدأ حفل افتتاح كأس العالم 2022 في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة. ويقام الحفل في ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، والذي يتسع ل 60,000 متفرج. ستستضيف قطر كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وتوافد على الدوحة قادة وزعماء العالم للمشاركة في حفل افتتاح مونديال. أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 تفاصيل حفل افتتاح المونديال، ومن المقرر أن تكون مدة حفل افتتاح المونديال 30 دقيقة، ويشمل حفل الافتتاح برنامج مكون من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد العربية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم
العالم، وسيكون المغني الكوري الجنوبي كان كوك من ضمن المشاركين في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022. ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذي يقام في العالم العربي والثاني الذي يقام في قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء. لسه مكملين مع حضراتكم مع أجواء المونديال، وطبعا هتتجه أنظار عشاء الساحرة المستديرة لملعب البيت في الدوحة لمتابعة مبادرة الافتتاح ما بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور الساعة 6 مساء في المباراة الافتتاحية للنسخة التاريخية من المونديال، واللي بتقام لأول مرة في بلد عربي، وبيخوض المنتخب القطري مباراة اليوم متسلح بالأرض وبالجمهور من أجل الفوز ومواصلة المشوار في البطولة، وبيعتمد في ذلك على عدد من اللاعبين متميزين في صفوفه أبرزهم سعد الشيب، حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، وعبد الكريم حسن، والمعز علي. وبتعد هذه هي المشاركة الأولى بالنسبة للمنتخب القطري بقيادة المدرب الأسباني فليكس سانشيز في كأس العالم، حيث حجز مقعده باعتباره البلد المستضيف للبطولة. وفي المقابل بيشارك منتخب الإكوادور في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعدما سبق له وشارك في ثلاث نسخ مونديالية سابقة في أعوام 2002، 2006 و2014. كمان زار باتريس موتسيفي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بعثة منتخب السنغال قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 اليوم في قطر بمشاركة 32 منتخب بتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل. أصدر الكاف بيان رسمي ذكر فيه: يزور رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيفي بطل إفريقيا السنغال في الدوحة قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022. وتشهد بطولة كأس العالم 2022 مشاركة خمس منتخبات من القارة السمراء، وهي تونس، المغرب، السنغال، غانا والكاميرون. دي كانت جولة إخبارية سريعة في أبرز وأهم أخبار المونديال. دلوقتي هنروح مع حضراتكم نشوف صحف العالم المختلفة كتبت إيه في عناوينها عن المونديال. هنبدأ من صحيفة ماركا، واللي ركزت على نهائيات كأس العالم واللي هتنطلق اليوم في قطر. الصحيفة كمان اهتمت بغياب كريم بنزيما عن نهائيات كأس العالم، وده بسبب الإصابة، وكتبت بنزيما يفقد كأس العالم. كمان اهتمت بحوارها مع الحارس الأسباني أيكو كاسياس، وكتبت كاسياس التصدي لمحاولة روبن كانت نوعا من الحظ. لسه مكملين مع الصحف الأسبانية، هنروح معاكم للصحيفة سبورت، واللي ركزت على مرور سنة على تسلم تشافي هرنانديز مسؤولية تدريب برشلونة، وكتبت تشافي السنة الأولى. الصحيفة كمان اهتمت بأخبار نهائيات كأس العالم واللي بتنطلق اليوم، وكتبت كأس العالم ينطلق وكريم بنزيما يصاب ويقول وداعا للمونديال. أما صحيفة الموندو ديبورتيفو فركزت على نهائيات كأس العالم واللي بتنطلق اليوم، وإصابة كريم بنزيما وغيابه عن منتخب فرنسا، وكتبت من أجلها وبنزيما يصاب مجددا ويفقد المشاركة في المونديال. الصحيفة كمان اهتمت بمنتخب إسبانيا من خلال حوار مع المدرب السابق كاماتشو، كتبت كاماتشو لويس إنريكي يملك شخصية. اهتمت برضو ببرشلونة، وكتبت المفاوضات مع تشتيغن وديونغ لتخفيض الرواتب من أجل اللاعب المالي نظيف. هنروح معاكم للصحف الإنجليزية، تحديدا صحيفة ذا سان، اللي ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم ولا تنطلق اليوم الأحد في قطر وسط صراع أكيد ما بين الفيفا وعدد من المنتخبات. واهتمت الصحيفة بلقاء منتخب إنجلترا ضد إيران والمقرر يوم الاثنين، وكتبت أكيد إريك دار أن اللاعبي منتخب إنجلترا متحدون خلف قائد هاري كين. وفي فرنسا صحيفة لوكيب ركزت على إصابة كريم بنزيما في أثناء تدريبات المنتخب الفرنسي وغيابه رسميا عن نهائيات كأس العالم، وكتبت بنزيما كرة الرصاص. وأخيرا في إيطاليا ركزت صحيفة لجازيتا ديلو سبورت على نهائيات كأس العالم وعلى غياب كريم بنزيما، كتبت كل ذهب العالم وبنزيما ضربة القاضية بغيابه عن البطولة.
مشاهدينا بكده بتكون خلصت فقرتنا الخاصة بأخبار المونديال. نطلع على فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معنا. بجدد التحية أكيد بحضراتكم مرة تانية، وهنروح معاكم دلوقتي لفقرتنا الخاصة بالأخبار المحلية وآخر أخبار الأندية المصرية. هنبدأ أخبارنا المحلية مع المنتخب الأولمبي واللي هيواجه النهاردة نظيره المغربي في اللقاء الودي الثاني والمقرر ليه الساعة 5 مساء في الرباط، استعدادا للقاء زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. فاز المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي على نظيره المغربي 3-2 في لقاء ودي مثير أقيم في المغرب، وأحرز ثلاثية مصر مصطفى ميسي ومحمد طارق ومحمد شحاتة، وأحرز للمغرب منتصر الهتيمي وأوكل ياسين. هنروح بقى معاكم للنادي الأهلي ومنح السويسري مارسيل كولر الفريق راحة من التدريبات النهاردة ضمن البرنامج الإعدادي الخاص باستعداد الفريق لمواجهة المقاولين العرب والمقرر ليها يوم 27 نوفمبر في ربع نهائي كأس مصر. وحرص كولر خلال الفترة اللي فاتت دي على تدريب المهاجمين والمدافعين على تدريبات تخصصية خاصة بضربات الرأس من خلال الجهاز اللي تم تركيبه في استاد التتش مؤخرا بناء على تعليمات من المدير الفني السويسري، وبيستهدف كولر الارتقاء بالجوانب الفردية والمهارية عن طريق التدريبات التخصصية خلال التدريبات أو استخدام الأجهزة المختلفة زي ضربات الرأس. وبيرغب أكيد المدير الفني للنادي الأهلي أن هو يطور من مستوى الهجوم في الفريق عشان يزود أكيد من القوة الهجومية بعد استئناف المباريات محليا، لا سيما طبعا أن الفريق عانى من أزمة إهدار الفرص قبل توقف الدوري. لسه مكملين مع حضراتكم مع اخبار النادي الاهلي، وبيخضع حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الاهلي لفحص طبي بعد رجوعه للقاهره قادم من الكويت بعد نهايه مباراه منتخب مصر مع بلجيكا بفوز الفراعنه. طبعا هي انتهت بفوز الفراعنه بهدفين مقابل هدف، وحصل حمدي فتحي على راحه من التدريبات الخاصه بالفريق، كمان تم استبعاده من المشاركه في وديه بلجيكا بعد شعوره بالالم في الفتره اللي فاتت دي. كمان فضل الجهاز الفني للمنتخب بقياده روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي أن هو يدي للاعب راحة لغاية ما يرجع مرة تانية للنادي الأهلي. أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بالجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال مشاركة لاعب في التدريبات الجماعية الفترة الجارية بعد ما تعافى بشكل كامل من الإصابة العضلية واللي لحقت به خلال فترات متقطعة في الموسم الماضي. كمان الفترة اللي فاتت دي اعتمد فيها مارسيل كولر على بيرسي تاو ضمن تشكيلته الأساسية في التقسيمة اللي بيجريها المدرب السويسري في تدريبات الفريق الجماعية. كمان بينوي كولر أن هو يجهز بيرسي تاو عشان يدخل في تشكيل النادي الأهلي الأساسي بعد رجوع للمباريات مرة تانية، واللي طبعا متوقفة دلوقتي بسبب كاس العالم. حرص كمان كولر ان هو يخصص برنامج بدني وفني خاص لبيرسي تاو في الايام اللي فاتت دي عشان يقدر ان هو يجهز اللاعب للعودة والمشاركة اساسي في تشكيلة النادي الاهلي بعد رجوع المباريات والاستفادة من خبرات وقدرات اللاعب في الخط الهجومي. نروح بقى معاكم من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك، وهيرجع فريق نادي الزمالك عشان يستأنف تدريباته الجماعية النهاردة على ملعب عبد الله
لطيف أبو رجيلة بعد حصول اللعيبة على راحة سلبية لمدة 24 ساعة. بيستعد أكيد الزمالك لمواجهة المصري بورسعيد يوم 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد الجيش في مدينة برج العرب في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر. بيسابق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا نادي مدير فني لنادي الزمالك الزمن عشان يستعيد معظم المصابين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي واللي خاض فيها المنتخب الوطني ودية بلجيكا في الكويت وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1. كمان بتكتمل القوة الضاربة بالنسبة للفريق الأبيض برجوع أغلب المصابين وكمان جاهزيتهم لمباراة المصري بورسعيدي على رأسهم أكيد محمود شيكابالا ومحمد عبد الغني، وكمان طلب فريرة سرعة تجهيز أحمد أبو الفتوح وإبراهيم رضاي ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن عشان يستعين بهم أكيد في المباريات اللي جاية بالنسبة لنادي الزمالك. استقر مسؤولي نادي الزمالك على التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية بعد إصابة المدافع محمود الونش واللي تعرض ليها خلال الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري ممتاز قصاد فريق سموحة، وهيغيب طبعا بسببها لفترة طويلة بعد العملية الجراحية اللي أجراها في إنجلترا. طلب فريرا المدير الفني لنادي الزمالك التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات مع وجود بدائل أخرى بالنسبة لفريرا تم طرحها على الجهاز الفني. كمان نادي الزمالك عرض محمد عبد السلام لاعب الفريق اللي تم وضعه في قائمة الانتظار على فريرا لتعويض الونش، لكن المدرب تحفظ على مسألة قيده وبيتواجد دلوقتي مع الفريق لغاية نهاية الموسم. كمان محمود شبانة لاعب الفريق المعار لنادي سموحة هو كمان ضمن الأسامي المعروضة أكيد للعودة مرة تانية بسبب العلاقة القوية ما بين الناديين، وده طبعا فهو طبعا من الأسامي المطروحة للعودة في حالة فشل ضم مدافع سوبر لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. كمان أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك جاهزية مصطفى شلبي لاعب الفريق لمباراة المصري بورسعيدي يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري في دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد ما تعرض للإصابة في تمرين الفريق الأبيض خلال الساعات اللي فاتت. مصطفى شلبي تعرض للإصابة في الركبة خلال تمرين نادي الزمالك الأخير وخضع لفحص طبي خلال الساعات اللي فاتت. أشار كمان أن مصطفى الشلبي جاهز خلاص بشكل طبيعي لمباراة المصري بورسعيدي في كأس مصر وهيلحق بيها بصورة طبيعية ومش هتأثر الإصابة على مشاركته. كمان أعلن أمير مرتضى المشرف العام على الكورة في نادي الزمالك معاد لعودة البنيني سامسون إكينيولا مهاجم الفريق بعد غيابه خلال الفترة اللي فاتت دي عن التدريبات الجماعية، واللي كان المفروض أنه هو هيكون موجود في التدريبات الجماعية من يوم الاثنين اللي فات. أمير مرتضى منصور قال أن سامسون إكينيولا هيوصل القاهرة خلال ساعات وهينتظم في التمرين الجماعي للفريق، ووقع نادي الزمالك عقوبة وفقا للليحة على البنيني سامسون إكينيولا بعدما غاب لمدة 5 أيام عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب ظروف الطيران. وبكده خلصت خلاص فقرة أخبارنا المحلية. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع بعد كده ونكمل معاكم بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معانا. برحب أكيد بكل مشاهدينا مرة تانية، دلوقتي جي معنا مع حضراتكم فقرة أخبارنا الخاصة بالألعاب الأخرى. توج أحمد حسن لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول وذهبية بطولة نيويورك الدولية بعد التغلب على المنافس لاعب كيرغستان في نهائي المنافسات، وخاض اللاعب 3 مباريات في الدور الأول والثاني قبل النهائي قصاد منافسي لاعبي أمريكا، وفي نهائيات كمان التقى مع لاعب كيرغستان وحقق لعيبة منتخب المصارعة 10 ميداليات متنوعة في منافسات بطولة أمريكا إبراهيم عادل ومصطفى كمان. وبتقام البطولة القادمة اللي هتكون مقسمة ل
في اسكندرية هتكون مقسمة لأربع ذهبيات وفضيتين بالإضافة لأربع برونزيات. كمان حصدت نور الطيب لعبة هليوبوليس المصنفة السادسة عالميا، وحصدت وصافة البطولة بطولة سنغافورة المفتوحة للسكواش، واللي أقيمت خلال الفترة ما بين 15 ل 20 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية بتصل ل 110 ألف دولار. خسرت نور الطيب في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 3-0 قصاد منافستها جويل كينج في مباراة استغرقت 40 دقيقة، وجت نتيجة الأشواط كالتالي 12-10 11-6 و11-4. بتشارك كمان منتخبات الناشئين والناشئات لتنس الطاولة في منافسات بطولة العالم اللي بتقام في الفترة من 4 ل 12 ديسمبر المقبل في تونس. بتستعد المنتخبات المصرية حاليا للمشاركة بدخول معسكرات اعداد في صالة اتحاد اللعبة بالاستاد استعدادا للمنافسات على ان تستمر المعسكرات لحين السفر لتونس. صعدت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للمركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولي على مستوى الشابات تحت 19 عام، وجي صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات واللي أقيمت في مصر الشهر الماضي. كمان أعلن مسؤولين اتحاد رفع الأثقال عن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة العالم المحددة في الفترة من 5 لغاية 15 ديسمبر الجاري في كولومبيا. بتضم قائمة اللاعبين كريم كحلة وزن 89 كيلو، أحمد سيد عاشور وزن 102 كيلو، أحمد عبد الغني وزن 61 كيلو، أحمد عماد وزن 73 كيلو، محمد عبد المنعم وزن 81 كيلو، ومحمود جمال وزن 89 كيلو، محمد سليم وزن 96 كيلو، عبد الرحمن محمد وزن 109 كيلو. أما قائمة اللاعبات فضمت سارة سمير وزن 76 كيلو، نعمة سعيد وزن 71 كيلو، ونورة عصام وزن 49 كيلو، وسمر حبشي وزن 87 كيلو، وحليمة عبد العظيم وزن 87 كيلو. وبكده بتكون خلاص خلصت فقرتنا الخاصة بأخبار الألعاب الأخرى. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في أخبار أون تايم. خليكم معانا. برحب أكيد بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنوصل معاكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة وان شوت. النهاردة في وان شوت أكيد هنلقي الضوء على تصريحات لكريم بنزيما أفضل لاعب في العالم ونجم منتخب فرنسا، واللي قالها بعد خلاص ما تأكد أنه هو هيغيب عن المونديال. كريم بنزيما قال: في حياتي لم أستسلم أبدا، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق. كمان قال: أفعل دائما هذا ما أفعله دائما، لذلك تم إخباري أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة المنتخب في تحقيق كأس العالم. شكرا جميعا على كم الرسائل الخاصة بالدعم، طبعا رسائل مؤثرة جدا لكل عشاق كرة القدم. بس أكيد طبعا يعني الكلام ده في معاني كبيرة وفي معاني مهمة جدا، وهي أن المصلحة العامة أهم بكتير جدا من مصلحة أي لاعب. كريم بنزيما قرر أنه هو يعني يحط مصلحة منتخب فرنسا وأن الفريق يستفيد من مكانه خلال المباريات اللي جاية على مصلحته، أو على أنه هو يكون متواجد مع الفريق. أكيد يعني النهاردة هو يوم مهم جدا بالنسبة لعشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم. النهاردة هو افتتاح مونديال قطر 2022 في نسخة أكيد بتكون هي نسخة استثنائية، وده طبعا لأسباب كتيرة جدا. يمكن دي تاني مرة تقام البطولة في قارة آسيا، يمكن أول مرة كانت بتقام في اليابان وفي كوريا، ولكن المرة دي هي تاني مرة في دولة آسيا بتقام على أرض قطر، وطبعا دي أول مرة بتقام كمان في بلد عربية، هي طبعا البلد الشقيقة قطر. ده غير كمان ان هي اول مرة برضو بتقام في الشتاء. طبعا يمكن موضوع انها تقام في الشتاء ده كان عليه تعليقات كتيرة جدا او احتجاجات كتيرة جدا، ولكن في النهاية لما الناس قعدت تفكر كده كويس قعدت تقول ان بالعكس ان هي تقام في الشتاء ده معناه ان كل اللعيبة بيكونوا في التوب فورم بتاعهم، بيكونوا بالفعل ابتدوا المنافسات في عدد كبيرة من البطولات سواء الدوري المحلي بالنسبة للبلاد او كمان البطولات القارية اللي بتشارك فيها. أكيد كل اللعيبة اللي هيشاركوا في بطولة كأس العالم
كمان بقى بالنسبة للنسخة الحالية من كاس العالم، يمكن كمان شفنا كلام كتير عن الطقس وعن الجو، لكن برضو في النهاية هنلاقي ان دايما اللعيبة الكبار في المؤتمرات الصحفية اللي عملوها قبل بداية المونديال، يمكن 4 منتخبات عربية كمان موجودة دلوقتي، هم قطر والسعودية وتونس والمغرب، طبعا وجودهم اكيد يعني بنتمنى لهم في كل التوفيق. زي ما كنت بقول لحضراتكم كان في كلام كتير قوي عن الطقس، ولكن في النهايه ردوا اغلب الكباتن اللي موجودين في المنتخبات قبل طبعا بدايه المونديال لما كان في مؤتمرات صحفيه، وقالوا بالعكس احنا مش شايفين ان في مشكله كبيره زي ما انتم بتصوروها، بتتكلموا طبعا عن الصحافه زي ما انتم بتصوروها للعالم، بالعكس الجو مناسب، يمكن الصبح بيكون في درجه حراره الى حد ما حر بالنسبه للاوروبيين، لكن في النهايه طبعا الجو كان لطيف جدا. كمان احنا لو شفنا دولة قطر عاملة مجهود فظيع، يعني شفنا ملاعب حاجة كده يعني ما شفناش ليها مثيل قبل كده في أي حتة ولا حتى في أوروبا، شفنا تنظيم أكتر من رائع، واضح جدا من خلال طبعا الأجواء والكواليس اللي بنعيشها دايما معاكم من خلال المراسلين اللي موجودين معانا هنا في قناة أون تايم سبورتس. تعالوا بقى نروح فعلا لمراسلينا من أون تايم سبورتس المتواجدين حاليا في قطر في الدوحة. تعالوا نروح للزميل العزيز محمد طه عشان يقول لنا بقى أخبار والكواليس الخاصة أكيد قبل ساعات من انطلاق مونديال قطر 2022. مساء الخير عليك يا طه. مساء الخير. كل التحية ليك يا شيما، وكل التحية طبعا لكل مشاهدي اون تايم سبورتس. يعني بداية المونديال واليوم مباراة الافتتاح، يمكن احنا هنعيش كل مشاهدينا كل الكواليس الخاصة بالمونديال. احنا دلوقتي تحديدا في هذه اللحظات زي ما انت شايفة احنا داخل الباص اللي هيقل كل الاعلاميين لاستاد البيت. الباصات دي كلها مفروض ان هي بتتحرك من المركز الرئيسي الاعلامي للفيفا وبتقل كل الاعلاميين، يعني تقريبا نقدر نقول كل 5 دقائق او 7 دقائق في باص بيتحرك بمجموعة من الاعلاميين لاستاد البيت. استاد البيت يعتبر ابعد الاستادات من الدوحة إلى الاستادات الأخرى، فبالتالي يمكن المسافة فيه تقريبا بتوصل ل يعني تقريبا ساعة بالباص. أيضا النهاردة تم تخصيص كل الباصات للجماهير من محطات المترو لتقل كل الجماهير الراغبة في الانتقال لاستاد البيت إلى الاستاد، يعني الباصات متوفرة من صباح اليوم وتم فتح بوابات الاستاد من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الدوحة. يمكن خليني الأول أبتدي معاكي ببعض الأخبار السريعة اللي فرضت نفسها طبعا في اللحظات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة. يمكن اليوسيسي اللي يمكن النهاردة تكلم عن تألمه بشكل كبير جدا لغياب ساديو ماني، كانت أبرز التصريحات ليه النهاردة في المؤتمر الصحفي. يمكن أيضا كمان ديشامب بعد غياب يعني أو تأكد غياب كريم بنزيما يعني أعلن أنه لن يستدعي أي لاعب آخر مكان كريم بنزيما، يعني الأمر اللي أثار يعني الحزن لكثير من المشجعين الفرنسيين. أيضا استقبال رؤساء الدول اللي هتكون موجودة على شرف احتفال المونديال اليوم، موجود طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان يعني الأمور كلها بتسير بشكل ممتاز داخل التنظيم في الاستعداد للحفل الافتتاح. زي ما انت شايفة احنا في تجربة يعني كل التفاصيل وكل الكواليس، احنا موجودين داخل الباص وكل الناس اللي انت شايفاهم دول مفروض ان هم بيتوجهوا لاستاد البيت. لو هنتحرك كده بالكاميرا هناك استاد البيت واضح على مسافة بعيدة هناك، يعني هنحاول ان احنا نجيب الصورة، ولكن دي المسافة المتبقية الان على استاد البيت اللي هيستضيف اليوم الافتتاح لبطولة كأس العالم. يعني لسه الامور كلها زي ما انت شايفة استعدادات، احنا موجودين في الشوارع، موجودين في الباصات، موجودين في الملاعب، موجودين في المؤتمرات، موجودين في كل مكان علشان ننقل للمشاهد كل التفاصيل الخاصة بكواليس كأس العالم. اللي ما شافوهاش قبل كده هيشوفوها هنا على اون تايم سبورتس في تغطيتنا الخاصة لكأس العالم في قطر 2022.
شكرا ليك زميلي العزيز محمد طه. طبعا احنا هنكون معاك على مدار اليوم من خلال كل البرامج المداعة على قنوات اون تايم سبورتس، اكيد هنكون معاك عشان نعرف منك اكتر كواليس ونشوف معاك ونعيش معاك الاجواء الخاصه بمونديال قطر 2022 اللي ان شاء الله هيفتتح النهارده الساعه 6 مساء بمباراه هتجمع ما بين المنتخب القطري ومنتخب الاكوادور. اكيد كل التمنيات من هنا للمنتخب العربي الشقيق منتخب قطر. وكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج أخبار أون تايم، وفيناكم فيها بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية. أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من أخبار أون تايم. أشوفكم على خير.